بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء من برنامجكم فقه المرأة. مشاهدينا، فقه المرأة قد تعرض لفتح ملفات كثيرة، وكلها بفضل الله وحمده تتعلق إما بمظاهر حديثة جدت على المجتمع الآن، أو تتعلق بمظاهر كانت فرادية وثم توسعت إلى ظاهرة جماعية الآن، وكلها في الأول والآخر تعالج هذه المظاهر من جميع جوانبها التشريعية أولاً، ثم النفسية والطبية وغير ذلك. من هذه الظواهر مشاهدينا ظاهرة الانتحار. كلنا قرأنا وسمعنا وشهدنا على بعض مظاهر هذه الظاهرة. ولما أقول الانتحار تشمل الانتحار بالفعل ومحاولة الانتحار، فكل منهما يعتبر في هذه الدائرة. هذه الظاهرة تناولتها أقلام كثيرة، تناولتها برامج كثيرة، لكن إحنا الحمد لله بفضل الله بنضع لها المحاور المناسبة لكي نقوم بتفصيل هذه الظاهرة، من حيث هل هي اضطرار للمنتحر، من حيث هل هي هروبا من رحمة الله سبحانه وتعالى للمنتحر، من حيث أنها هروبا إلى الله وإلى رحمة الله وإلى مغفرة الله لهذا المنتحر، يعني أسباب كثيرة وكثيرة. وإن شاء الله تعالى سوف نستضيف فيها الأستاذ الدكتور طارق أسعد عشان يبين لنا هذه الظواهر. لكن الآن مشاهدينا هنتعرض أو هنشوف مع بعض تقرير حول هذه الظاهرة التي اتفق عليها جميع الأديان السماوية، اتفقت على تحريمها، اتفقت على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو أن يقتل غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لهذا الكون بما فيه الإنسان. ولما نشوف إحصاءات جات لنا بنرى أن من 6-15% من مرضى الاضطرابات النفسية يقدمون على الانتحار، وأيضا هناك من 20-50% لديهم اضطرابات شخصية. طبعا احنا هنعرف من الدكتور ان شاء الله معنى هذه المصطلحات، ولكن معنى التقرير الآن وكلنا ان شاء الله بنشوفه وبعدين بنحلل اللي فيه ونعلق عليه. اتفضلوا جماعة الإعداد. الاحتمالات كتير والأسباب أكتر، بس للأسف النتيجة واحدة، انتحار. كل يوم حالة جديدة، وكل حالة ليها مبرراتها وليها طريقتها اللي بتتخلص فيها من حياتها، وبتختلف الأسباب ما بين اليأس والحزن أو حتى الملل، لكن بالتأكيد في متهم أكبر من مجرد الحالة النفسية. في ناس بتوصل لدرجة من الإحباط فعلا بسبب الظروف اللي احنا فيها دي، وبرضو جزء من عدم التدين أو الصبر، يعني مؤمن دايما مصاب فمفيش صبر فبيفكر في الانتحار بالحل الاسهل بالنسبه له. يعني اسباب كتير، اولا عدم التدين، ان مفيش كمان الاسره دي مهمه جدا، الاصدقاء،
ان في الاول وفي الاخر ان مفيش حد يقنط من رحمه ربنا، مفيش اي حاجه تدعو للانتحار، لانه هي يعني حتى لو عاش متعذب فهو مات كافر. موضوع الانتحار ده في الاول وفي الاخر هو حرام شرعا. رقم اتنين ان في ناس كتيره بقى متعرضه للانتحار عشان بقى ماشيه يعني في حاله ماديه، مزنوقين في فلوس كده يعني. برضو في فكر الشباب مختلف اليومين دول، ان الشاب بيتخرج بيلاقي الشغل مطلوب بشقه جواز مش عارف ايه كده، فكل ده بيؤدي لتفكيره لو ايمانه مش قوي في الاول وفي الاخر هو بيخليه يفكر في حاجه زي دي. زادت محاولات الانتحار بنسبه كبيره لدرجه انها بلغت في مصر سنه 2011 18,000 محاوله بحسب المراصد اللي قدرت تحدد عدد المحاولات المعروفه، وكمان بلغت في دول متقدمه زي امريكا في نفس السنه 480,000 محاوله. يمكن يكون ده دليل على انحراف الفكر الانساني ودليل كبير على عدم فهم الناس هم موجودين في الدنيا ليه. معروف ان الانتحار حرام في الدين، لان انت كنت بتتعدى عن الدين او بتعصي امر ربنا انك بتكسر قواعده، فده حد ذاته حرام. تاني حاجة موضوع الانتحار من الضغوطات النفسية اللي بيشوفها البني آدم قدامه، بحيث ان المجتمع كله حوالينا بيتطور في كل الدول التانية واحنا زي ما احنا زي نفس الفكر القديم. ليه حلول بس مش بإيد الانتحر، هو الانتحر ضعيف ان هو ما استحملش الظروف، بس هو كان ممكن برضو يسعى او ينزل يشتغل والكلام دوت. هو 50% عليه و 50% على الدولة عامة يعني على البلد. ربنا دايما خلقنا نحب الحياة وخلقنا ان احنا نتعامل مع الحياه وننتج ونفلح فيها. الانتحار دخيل، انتحار معناه عدم ثقه في مواعيد ربنا، عدم ثقه في ان ربنا بيحمينا، عدم ثقه في ان ربنا بيرزقنا. واي مشكله في الدنيا مهما كانت صعبه، اقتصاديه، نفسيه، اجتماعيه، عقليه، لا حل. لو دماغه فيها مشكله في اطباء يقدروا يعالجوه، لو رزقه بسيط يقدر يجتهد ويحاول يكسب في مجال تاني. اكيد اكيد ربنا مش خالق انسان عشان يموت، اكيد اكيد ربنا خالق انسان علشان يقدر من خلاله يقدر ينمي ويقدر يبقى موجود في الكون بدون انتحار. اكتر حالات الانتحار المتهم الاكبر فيها هي طرق التربيه وعدم الربط ما بين قدسيه الحياه المذكوره في الدين وما بين القدر اللي المفروض نعيشه بحلو وبمره. شكرا لمحمد حداد زميلنا ولكل الاعداد الحقيقه لانهم تعبوا في هذا الموضوع من حيث الإحصاءات ومن حيث حالات صوروها لنا وجابوها، طبعا حالات مختلفة، منها ما هو قد انتحر بالفعل ومنها ما هو كان يقدم على الانتحار وتم إنقاذه. لكن أنا عايزة أقول لكم إن هناك المادة 2 في قانون حقوق الإنسان، المادة بتقول إيه؟ الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي. يعني إيه إزهاق روح دون مقتضى شرعي؟ يعني لابد أن يكون قتل الإنسان أو قتل النفس التي جعلها الله سبحانه وتعالى نفسا واحدة بصرف النظر عن الاختلافات في العقائد، في الأجناس، في الألوان، في نفس. ولا تقتلوا أنفسكم. حاضر. بنرحب بالأستاذ الدكتور طارق أسعد عشان في بعض الاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع. وإحنا على فكرة دايما في برنامجنا فقه المرأة يعني نستعين بأهل الذكر المتخصصين، لا نستعين بأهل الجان ولا أهل المس ولا فك الأعمال، لأن هذه من باب الخزعبلات التي تغيب العقل المسلم أو العقل الإنساني بصفة عامة. فمعنا الدكتور طارق أسعد، أستاذ واستشاري طب النفس في جامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور وحضرتك منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا دكتور طارق. إحنا كاتبين الموضوع بتاع الحلقة بنقول هل الانتحار هروب من رحمة الله أم هروب إلى رحمة الله؟ فرأي حضرتك إيه في هذا الموضوع؟
هو يا فندم الانتحار طبعا هو ظاهرة منتشرة جدا وللأسف بتزيد على مستوى العالم. يعني آخر تقرير لمنظمة الصحة إن الانتحار بيقرب من 1,000,000 شخص بينتحروا سنويا، بمعدل كل 40 ثانية في شخص بيقدم على الانتحار. وفي يوم عاملينه منظمة الصحة يوم 9 سبتمبر من كل سنة بيسموه اليوم العالمي لمنع ظاهرة الانتحار. النسب الحقيقة كبيرة، ولكن الانتحار لازم يدرس على ان هو مش حاجة واحدة ومش سبب واحد. يعني هناك الكثير من الامراض اللي ممكن الناس تسبب الانتحار. في انتحار بيبقى نتيجة اضطرابات في الشخصية، وفي محاولات انتحارية بيبقى الغرض منها مش الانتحار او قتل النفس، ولكن الغرض منها بيبقى الميل لجذب الانتباه. فلازم نفرق الحقيقة ما بين كل الحاجات دي. الجزئية اللي انا حابب اركز عليها ان هناك من المرضى النفسيين نوع بيبقى القدرة على الحكم عنده متأثرة او بيبقى وصل نتيجة خلل كيميائي زيه زي المرض العضوي الى نوع شديد من اليأس، حاجة عضوية مش ضعف ايمان او ان هو نتيجة يأس من رحمة ربنا، ولكن هو عنده خلل كيميائي بيخلي قدرته على الحكم على الامور تتأثر. في الحالات دي المريض ممكن يقدم على الانتحار وميكونش مسؤول عن افعاله. في مرضى تانيين زي مرضى الفصام، يعني مريض الفصام بيبقى يعني حضرتك عفوا يا دكتور، يعني يقدم على الانتحار هو مش مسؤول ولا هو مش حاسس؟ لا هو بيبقى حاسس بس قدرته على الحكم على الامور، يعني التفرقه ما بين الصح والغلط او ان هو ده ايه التبعيات بتاعته، يعني دول اللي بيبقوا الكلفه حتى من الناحيه الشرعيه الكلفه سقط عليهم. يعني الظروف يعني الظروف قاهره عليه بحيث انها اثرت في تفكيره بين الصح والغلط. الظروف المرضيه مش الظروف الحياه. يعني يعني حضرتك هتشوفي في الناس المنتحرين في ناس ما عندهمش مشاكل، يعني بيبقى احنا بنستغرب ده ما عندوش ولا مشاكل ماديه ولا مشاكل معنويه، ولكن وجود الاكتئاب في حد ذاته ده حاجه مرضيه غصب عنه بتوصله الى هذه الدرجه من اليأس. هو الواحد بيقدم على الانتحار الحقيقه لما يوصل لمرحله من اليأس الشديد في حالات الاكتئاب، ولكن مش كل الانتحار اكتئاب. يعني في مرضى فصاميين بيبقى المريض بيسمع اصوات بتقول له ارمي نفسك، او بيبقى عنده اعتقاد ان هو لو موت نفسه هيبعث مثلا بطريقه تانية، فبيقدم على الحاجات دي. الحقيقه دول ما بيبقاش هنا الموضوع ان هو ليهم اختيار، ده كانه فقد التكليف والاستفسار. فقد التكليف وبالتالي فانه اتفضل. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان حتى في المرضى الاكتئاب ثبت ان نسب الانتحار في الدول الاسلاميه بتبقى قليله، لان احنا بالنسبه لنا الايمان بربنا والتمسك بيه يبقى خط دفاع اخير. يعني انا دايما لما بسال المرضى بتوع الاكتئاب عندي الحقيقه على مستوى على اختلاف مستوياتهم بقول له طب انت ايه اللي منعك من الانتحار؟ يقول لي بص لو الانتحار مش حرام هعملها دلوقتي. فحتى في المرضى بتوع الاكتئاب ما بيوصلش للانتحار الا ما بعد ما يكون للاسف استنفذ النقطه دي، يعني وصل لمرحله من الاكتئاب الشديد اثرت على قدرته على الحكم على الامور. بس في المستويات المتوسطه من الاكتئاب بيفضل الحقيقه موضوع التدين وعلاقته بربنا وثقته في ان الحياه دي ابتلاء عامل وخط دفاع ناحيه الانتحار بدرجه كبيره جدا. يعني احيانا الانتحار اللجوء ليه بيكون في حاله اضطراريه، بيبقى حاله مرضيه، الياس من مرضية. من الشفاء يعني بالظبط، ياس من الشفاء وياس مرضي، ما هوش الياس الطبيعي. يعني وبالتالي مش مجرد ان واحد زعلان او عنده مشكله، لا هنا بتبقى حاله مرضيه. وهنا بننبه وبستجل برنامج حضرتك ان اي واحد عنده اكتئاب لازم يتعالج، لان العلاج باذن ربنا هو الواقي من انه يوصل لمرحله الله الانتحار. سبحانه وتعالى. طبعا احنا عندنا ايات الايمان وايات اللجوء الى رحمه الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب قبل ان يعذب المذنب وحاجات كتير قوي. بس انا عايزه اقول لحضرتك يا دكتور، يعني هل بقى من خلال كلامنا مع بعض يتبين المنتحر يتحمل لوحده المسؤوليه ولا المجتمع المحيط به يتحمل معه؟ هو سؤال حضرتك مهم جدا. احنا دايما بنقول ان كل حاله انتحار هي حاله خاصه،
ما ينفعش ان انا احكم على الانتحار بصفه عامه. يعني وحتى في الحديث وحسابه على الله، حساب الانتحار يبقى على ربنا، لان هو ربنا العالم. لو المريض دوت كان عنده الدرجه الاكتئاب المرضي او عنده مرض نفسي ويفقده القدره على الحكم على الامور فهو غير مسؤول. ولكن اذا لم يكن عند المريض المرض الشديد اللي بيوصله لدرجه ان هو ما عندوش استبصار فبيعتبر مسؤول. المجتمع مسؤول عن الانتحار في الحالتين. يعني ازاي ان انا بوصل الناس لدرجه من الاحباط واليأس، وازاي ما بقويش عندهم حته الدوافع الايمانيه والقدره على التكيف والتحمل. دي حاجه. والحاجه الثانيه ودي الحقيقه اللي حابب اركز عليها، هو ترك المرضى النفسيين وخصوصا مرضى الاكتئاب بدون علاج، على اعتبار ان الناس عندهم مفاهيم خاطئه ان الاكتئاب ده مجرد زعل، الاكتئاب ده الواحد يقدر يقاوم. وللاسف الشديد حتى في داخل المتدينين احنا بنقول النقطه دي، يا جماعه الاكتئاب ده ابتلاء من ربنا. انا بقول للمريض عندي، بقول له ده ابتلاء، زي ما بيجي لك سكر وضغط، صبرك على المرض ده بتاخد عليه حسنات. طبعا طبعا طبعا. فهي دي النقطه، يعني المجتمع مسؤول عن ان هو لازم نحسن صوره ان المرض النفسي وان العلاج النفسي ما هوش مضر، بالعكس. يعني المريض البعض بيعتبر انه وصل لدرجه الجنون بقى، وانه بقى مجنون والصرع ما بيفرقش. بس اخر سؤال يا دكتور طارق، ليه نسبه الانتحار في الغرب يعني اضعاف عندنا هنا في الدول الاسلاميه؟ هو تمام يا فندم، هو ده اللي لقيته تبع التقرير الاخير بتاع منظمه الصحه العالميه. أيوة. لقوا فعلا ان الدول الاسلاميه بنسبه اقل، ودي ليها سببين. أيوة. السبب الاولاني هو سبب حقيقي، لان أيوة. فعلا التدين بيبقى خط دفاع. يعني في مرضى عندنا حضرتك، وانا يمكن اجزم بالحكايه دي، بيجي يتعالج من نفسه بيقول لي انا مش عايز انتحر. أيوة. الفكره ملحه عليا، ارجوك لو في علاج، لان انا مش عايز اموت كافر. فعلا زي ما بقول حضرتك، بيبقى التفكير في الدين خط دفاع ناحيه الاقدام على الانتحار. الخوف من الله. السبب الثاني هم بيقولوا ان ممكن يكون الانتحار موجود في الدول الاسلاميه، بس عشان الانتحار المجرم دينيا في ناس ما بتبلغش عن الانتحار ده. طبعا الحقيقه، لكن انا ميال للتفسير الاولاني، لان فعلا الواحد بيشوف مرضى في بيئات مختلفه، كلما زادت نسبه التدين الحقيقه احتماليات الانتحار حتى في المرضى باذن ربنا بتكون اقل. عموما يا استاذنا، يعني انا بشكر حضرتك دايما على الفايده اللي احنا بناخدها من مداخله سيادتك، ودايما ان شاء الله نستفيد من علم حضرتك في موضوعات اخرى. شكرا للاستاذ الدكتور طارق اسعد على هذه المعلومات القيمه اللي قدرنا نطلع بيها من هذه المداخلة. والحقيقة أنا لقيت يعني حاجة الدكتور يعني نبهني لها، إن إحنا عارفين إن إحنا من الناحية الشرعية أن الانتحار أو المنتحر كافر، لأنه تعجل بقضاء الله وتعجل بالموت وكل ده. طيب هذا باتفاق، لكن زي ما قال الدكتور طارق، ما معنى وحسابه على الله؟ الله سبحانه وتعالى اللي بيقول لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويقول أيضا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. احنا مش بنقول يعني في تليفون ولا ايه؟ فاصل. طب مشاهدينا فاصل قصير ونعود اليكم لاتمام هذه الحلقه الهامه. مشاهدينا عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وبعد ما سمعنا وشهدنا التقرير وسمعنا مداخلة أستاذنا الدكتور طارق أسعد، فتح لنا فيها حاجات الحقيقة مهمة، وأيضا التقرير فتح لنا حاجات أيضا مهمة، والبعض أشار في التقرير إلى دور الأسرة، والبعض أشار في التقرير إلى دور
المجتمع، وأن المجتمع مساهم ومشارك مع المنتحر في نفس المسؤولية. ولذلك يعني ده واجب من واجبات أولياء الأمر. أولياء الأمر لما الرسول عليه السلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية يجب أن تكون حقيقية، ويجب أن تغلف بتوفير كل ما يحتاجه الإنسان، مقومات الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف آدم بعد خروجه من الجنة أن يوفر هذه المقومات. وهذا يجعلنا أيضا نتيجة ما شهدنا وما سمعنا أن أيضا هناك قصور ديني. يعني ليس القصور الديني هنا في عملية أن أنا عايز حد يعلمني الصلاة ويعلمني الصوم أو لا، القصور هنا في التذكرة، أن أنا أذكر بإيه؟ أذكر بوجود الله الرقيب، أذكر بالصلة، لأنا دائما أهتم بالصلة بين العبد وبين ربي. أيوة معنا مين؟ مدام ناني، السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ازيك يا دكتوره؟ والله الحمد لله، اتفضلي. انا بص يا دكتوره، انا هتكلم، انا سمعت كلام حضرتك دلوقتي. طبعا هي البيوت المصريه والله معظمها متدمر من جوه بسبب سوء المعامله. مفيش حنان، مفيش مراعيه للاولاد، كل الاب بيدور على نفسه. الام مطحونه، والله الام مطحونه. أيوه. ومغلوبه على امرها. نعم. انا هدخل في مشكلتي يا دكتوره على طول، معلش. بعد اذنك اتفضلي، انت منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك يا رب. يا مدام ناني اتفضلي، انا تحت امرك، اتفضلي. ربنا يخليك. بص يا دكتوره، انا بعد اديت فرصه لزوجي يسافر، وقعدت ربيت ولادي لمده سافر 15 سنه، هو اتجوز هناك، واتفاجئت كل اللي يروح يعمل عمره يقول فلان متجوز هناك. جيت عشان اواجه، مسك المصحف علف عليه ان هو ما هو متجوز قدام اخواتي واخواته وبعض الجيران، فقعد يشكك فيا لولادي، يشوف ده هي مجنونه، الكلام بقى اللي حضرتك عايزاه. يهرب يعني، قعد يهرب. سكت لحد ما يشاء السميع العليم بيجر الشكل، يتخلق لك اي حاجه علشان المدام متجوز واحده اجنبيه جايه من بناتها وجهز لها شقه وجايه عليها. فقوم يخانقك بقى ويعمل معاك مشاكل، لا عشان يخصمك، ولا تسالي انت رايح فين ولا جاي. وانت اللي تصالحيه وكده يعني. اتفاجئت واحدة زميلتي بتقول لي انت وانت ليك قرايب في الحتة الفلانية، قالوا لي لا ده انا شايفة جوزك في المكان الفلاني وشايل اكياس وعامل وعامل بصراحة انا رحت بعد اصل اتخنقت، ما قدرتيش تحملي يعني الصدمة. ما قدرتش يا دكتور، والله يا دكتورة لو كانت المعاملة كويسة ما كنت انا همني باي حاجة. ايوه حبيبتي اتفضلي. فرحت لقيته بيفتح لي الباب، كنا في رمضان، وقال لي بنتي، انا معايا بنتي عندها 22 سنه، بيقول لها ده احنا عندنا مائده رحمن وكلام من اللي هو بيقوله ده. ايوه. ومش هفطر النهارده هنا للبنت مش ليا. ايوه. انا كنت عارفه من قبلها باسبوع. ايوه. قولي خدت، اتصلت باختي ايه رايحه فين؟ قلت لها بس تعالي معايا، وخدتها ورحنا. هو فتح لي مسكني خانقني مش عايزني ادخل ولا اطلب عشان يقول لي ايه ده احنا قاعدين بننظف في الجوازات وبنعمل، ويتخلق لي تاني. طبعا ويضيع حقي. ايوه. هي اول ما شافتني يا دكتوره، احنا متجوزين على سنه الورثه، انت معاكي الورقه وانت عارفه، انت بتهاجمني، هي اللي بتهاجمني. قلت لها يا حبيبتي الجواز اشهار مش حلفان كدب على المصحف. انت ماسكه له كل ما اشوفه تقول لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي بتاع ايه، هو انت مش جاري وشقاه؟ يعني حصل خلافات متوقعه بينكم وبين بعض. يعني متوقع ان حضرتك طبعا لما تفاجئي بهذا الخبر مش هتقدري تصبري. لا. وتستعيني بالله ونعم بالله، ومش هتقدري لانك انت بشر. بالظبط يا دكتور. وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا وقفت معاه واقفه يعلم ربنا انا عملت. ايوه لكن انا عايزه اقول لحضرتك، نتيجه الخلافات او الخناقه اللي انت عملتوها مع بعض دي، هل هترجع لك هذا الزوج؟ ما انا بقى جبته بعد اذن حضرتك.
انا جبت ولادي وقعدنا، قلت له انت اللي كنت موعدني، انا ليه حق، انا شقيانه معاك بقالي 32 سنه موظفه، قرش على قرشك، وقبل ما تسافر السعوديه احنا شاريين الارض دي. قال لي مالكش حاجه عندي، قلت له طب اديني حق العيال، اكتب لي البيت باسم العيال باسمه ولا اسم حد. قال لي مالكش حاجه عندي برضه، قلت له خلاص اللي مش هاخده منك هاخده بالقانون يا دكتور. قال لي القانون يدهولك، روح خديه. طب كويس، رحت رفعت قضيه طلاق للظرف. كويس. دلوقتي يا دكتوره دلوقتي بيهاجمني المحاميه بتاعته، بتقول اصل كل اللي غازله انها اتطلقت. طب مش كل اللي غازله انه خاني، انه خاني وغدر بيها وخد جري وشقايا. انت الحمد لله يا حاجة يا مدام ناني عملتي الصح. انت عملتي الصح، ده انسان كذاب وغشاش ومخادع وظلمك، وهذا الظلم واضح وظاهر كان حقوقك. فانت عشان تتخلصي، وزي ما ربنا بيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، خلاص كل منكم يتفرق لحاله، وانت تاخدي حقوقك بالقضاء وما تضايقيش نفسك وتنسي الموضوع ده تماما. اذا جه اليوم اللي هو تندم فيه من اجل اولاده وعرض عليكي انه يراجعك مره اخرى، فما تقوليش لا، لان زي ما بقول دايما في حلقاتنا يا جماعه بصوا لاولادكم، حتى لو الاولاد كبار بيشيلوا معاهم السمعه. سمعه ايه؟ سمعه الانفصال بين الابوين والفضيحه، واصله اتجوز اجنبيه، واصله ما راحت عشان لا. احنا عايزين يا جماعه واصبر وما صبرك الا بالله، بالله يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيديني النتيجه، انا مش عايزه من حد. فانا معاكي يا مدام ناني في الاجراءات اللي انت عملتيها، لكن عايزين لو الباب كان هيتفتح تاني والأسرة تعود تاني يبقى ما تقوليش لأ، وترحبي بدعوة ربنا، دعوة ربنا للخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا عدنا اليكم وما زلنا في استكمال الموضوع اللي معانا، هو موضوع ظاهره الانتحار. ومشاهدينا احنا اللي عاملين العنوان النهارده زي ما قلنا، هل الانتحار هروب من رحمه الله الى حب الله، او الى هروب الى حب الله؟ احنا عايزين نعمل استفتاء، يعني عايزين ارائكم معانا. يعني انتوا شايفين الانتحار بصوره المتعدده، مما لا شك فيه انه هروب من رحمه الله، انه ياس، انه قنوط، انه يعني عدم تحمل، عدم اراده، استسهال للطريقه اللي هو ممكن يعمل بيها. لكن مع هذا احنا عايزين نشوف ده، هل هو المنتحر في نيته حينما اقدم على قتل نفسه وحرمانها من مظاهر الحياة الدنيا والاستمتاع بها لم يجد إلا الله سبحانه وتعالى أن يلجأ إليه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ما افتقده في الدنيا، سيعوضه هذا في الآخرة؟ لأن إحنا دلوقتي عندنا يا جماعة قاعدة حسن النوايا، أنا لا أبرر، أنا بعتبر إن هذه الظاهرة هي ظاهرة ضد أحكام الديانات كلها، لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل هو الذي يملك النفس الإنسانية،
الله سبحانه وتعالى في الأصل هو الذي كرم النفس الإنسانية، الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الإنسان أو النفس الإنسانية بالتكليفات الشرعية، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا من التحصينات التي تحصن كل منا في ألا يقدم على هذه الخطوة. والحقيقة من خلال قراءتي للقرآن الكريم وجدت يا جماعة جزء من آية في سورة الزمر، عارفين ربنا بيقول فيها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول أليس الله بكاف عبده؟ شايفين؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وفي آيات كثيرة بالرغم أني أنا هو قدامكم وأنا هوت معاكم ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، ومن يكفر برحمة الله سبحانه وتعالى أو ييأس من روح الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الكافرون. ولكن مع ذلك هل الله سبحانه وتعالى جعلنا أوصياء على هذا المنتحر بحيث نقول أنه كافر، بحيث نقول أن عذابه النار مطلقا؟ أم هناك حالات جاءت في القرآن الكريم تنظم حالة الاضطرار؟ أيوة معنا مين؟ أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا دلوقتي كنت واخدة دين، كنت مستلفة فلوس، واخدة دين؟ دين فلوس، فلوس فلوس دين. فجت تعبت جاتني جلطة وكده. ألف سلامة. الله يسلمك. والفلوس اتصرفت. نعم. وهم دلوقتي مرمطيني عايزين فلوسهم. اللي هم المستشفى يعني؟ لا، الناس اللي انا كنت واخده منها هدوم وحاجات ابيعها. ايوه. وجيت لما تعبت لميت الفلوس كنت بتعالج. ايوه. قلت بعد ما خفت ابقى ادفعهم. نعم. وجيت دلوقتي ما قدرتش، هم مرمطيني. طب ليك اولاد؟ حضرتك ليك اولاد؟ انا عندي اربعه. هم اربعه؟ اه. وسايبينك كده بدون علاج؟ لا، ما هم واحد في الجامعة سنة أولى، ها، والتانيين واحد في سنة عام وفي ابتدائي. ايه يا حاج يعني ايه؟ يعني ايه حضرتك بتبرري لولادك ان هم يسيبوكي تاخدي من الاجانب ويسيبوا حضرتك بلا اي فلوس عشان العلاج؟ يعني ايه؟ هم غصب عنهم. لا مفيش حاجة اسمها غصب عنهم ابدا، ده حضرتك مقدمة على حياتهم هم، على حياتهم هم. ما هم بيدفعوا إيجار ومصاريفهم العلاج وكتب. يعني هم يرضوا إن حضرتك تفضلي كده عليك ديون ومش قادرة تسدديها؟ والله أنا بحاول وربنا اللي يعلم، ربنا اللي يعلم. طب تحت أمرك حضرتك، عايزة إيه حضرتك؟ أنا تحت أمرك. لا، انا متاخره عليهم، مش عارفه اعمل ايه. متاخره في الديون؟ اه. طيب حضرتك، ما في مؤسسات بتقف مع المدينين اللي عليهم دين؟ لا يعني والله، انا بنك مصر الخير، يعني بنك مصر الخير، ولهم الحقيقه يعني انجازات في سداد الديون اللي على المساجين واللي على المسجونات. وحضرتك طبعا من باب اولى يعني تخلي حد من ولادك يصل ويبعت ظروفك، وإن كان هذا عيب قوي إن يبقى الواحد له ولاد
لان المفروض شرعا ان ينفق الابن على ابيه لو كان الاب محتاجا، شرعا وعلى امه، وعارفين وعلى ايه كمان؟ وعلى زوجة ابيه. تصوروا، على زوجة ابيه. ليه؟ لان زوجة ابيه مريحة ابوه فينفخ عليهم الاثنين. احنا فين بقى؟ يعني انا لسه سامعه الحقيقه فضيلة الشيخ خالد بيتكلم على موضوع الامهات وتوصية بالامهات وفي كل حلقه احنا كلنا بنتكلم على الموضوع ده. عموما يا حاجه يعني انا اتمنى ان ولادك يفوقوا ويخافوا من ربنا ويبداوا يقفوا مع حضرتك. انا شخصيا لو اي حاجه مساعده مساهمه حضرتك تليفوني موجود في الكنترول، وان شاء الله نقدر نساعد حضرتك باي حاجه. ايوه مين؟ هيام. سلام عليكم يا هيام. عليكم السلام يا فندم. اتفضلي يا فندم. أسفل الإزعاج. لا بالعكس اتفضلي. حضرتك انا حرم سفير على المعاش. ايوه اتجوزت من 45 سنه. نعم. بس اتجوزت في 20 يوم وما عرفتش عنه حاجة، لأني كنت سعيدة إن كان نفسي طول عمري أتجوز واحد دبلوماسي. أيوة. بعد ما اتجوزنا بدأ تظهر عليه عدمات الشك. قعدت 45 سنة شكاك شكاك على طول، يجي من السفارة في وسط النهار يفتح الدواليب ويبص تحت السراير. لدرجة ان الدادة بقت تقول لي هو انا بعرف عليك يا ست هانم؟ انا كنت سعيدة بالحياة دي. جوز اختي كان سفير وكان اصلا في المخابرات، وجابه مرة وقال له انت شاكك في مراتك؟ قال له لا. قال له اذا اللي يشك في مراته ما يعاشرهاش، انما بلاش. طب لحظة لحظة واحدة لحظة واحدة يا حاجة هيام، خلي حضرتك معايا دلوقتي. حضرتك بتقولي انك انتم متجوزين بقالكم 45 سنة، وان بعد 20 يوم اصبحتي ما تعرفيش عنه حاجة. ايوه. طب ازاي يعني ايه ما تعرفيش عنه حاجة؟ يعني انا ما عرفتوش. لا انا ما عرفتوش قبل الجواز. يعني جوازنا كان في خلال 20 يوم فما عرفتش طبعه. ايوه 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 ده اللي اقصده. وعشت معاه 45 سنة، جبت 3 بنات وولدين. ايوه. ف جه من 8 سنين اتهمني اتهام قذر جدا وساب البيت ومشي بدون اسباب. انا دلوقتي مش عارفة انا مطلقة ولا مش مطلقة. هو طلب من ولادي عقد الجواز عشان يعمل طلاق رسمي. طيب. الولاد رفضوا يدهوله وقالوا له انت ظلمت الست دي وانت محتاج تروح للدكتور تتعالج. وما رضوش يدهوله. فبقالي 8 سنين هو في حته في شقه وانا في شقتي. معلقه يعني معلقه، لا انت زوجه معلقه ولا انت مطلقه. مش عارفه انا وضعي ايه. بس سيادتك عايزه اقول لحضرتك حاجه. في حاجه اسمها الطلاق الغيابي. الطلاق الغيابي يعني بيطلقك عند المأذون والمأذون بيبلغك. يعني ما يشترطش انك انت تروحي بنفسك عشان هو يقابلك عند المأذون ويقول لك انت طالق او طلقتكي او لا، ما يشترطش. ممكن هو يطلق طلاق غيابي ويتحسب العدة عليكي من تاريخ هذا الطلاق. واخده بالك يا حاجه؟ بدل ما حضرتك تفضلي معلقه وتفضل اعصابك مشدوده وتفضل ده امتى؟ لو انت بقى يئسي منه ويئسي من اصلاحه، يبقى في الوقت ده حضرتك طبعا يعني اولى بصحتك واولى بنفسيتك من الانتظار، لان ده انتظار سراب، حاجه احنا مش عارفين عنها حاجه. وبالرغم من انه هو هذا الزوج في وظيفه مرموقه، وان يعني اي ما شيء اي واحد بيعمل سفير او مساعد سفير او ده بينقوه تنقيه وبيسالوا عنه كل الجهات، ولا يمكن ابدا يتعين حتى ملحق تجاري او اعلامي او الا اذا اجتاز، لان السفير ده بيعبر عن بلد. فحضرتك انا بقول لك كده ان خلي ولادك
يطلبوا منه ان هو يروح للمأذون ويطلقك طلاقا غيابيا، والمأذون يبعت لك وثيقة الطلاق. ماشي يا حاجة هيام؟ ايوه معنا مين؟ طيب اتفضلي مدام ناني. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا يا مدام ناني، اتفضلي حبيبتي. ازيك يا مدام سعاد؟ الحمد لله حبيبتي اتفضلي. دلوقتي انا متزوجه بقالي 19 سنه. طيب وده الزوج الثاني. طيب اخدته وهو عنده عيلتين بنتين يعني. وزوجته كانت معاه؟ لا زوجته كان مطلقها، لان سالته قبل ما يتجوزوا هل انت هترجع لها تاني؟ قال لي لا انا مطلقها بالثلاثه. وفعلا ما رجع لهاش. طيب بس هي بتعمل عمايل البنتين خلال 19 سنه خلصوا جامعه وجهزتهم والحمد لله. طب الحمد لله ما خلفتيش منه؟ والتاني على وش جواز. حضرتك ما خلفتيش منه يا مدام؟ لا ما انا ما عنديش اولاد خالص. لا من الزيجه الاولانيه ولا الزيجه الثانيه. طيب فمعاملته دلوقتي، وما كانش يعني احنا موظفين ما كانش في فرق في المصاريف ما بينه وما بينه، صرفت يعني ببذخ عليه وعلى اولاده وما فيش اي حاجه. نعم. اليومين دول مش طايق لي كلمه، طريقته بتعمل حاجات مطارده وكده والاحوال اتغيرت. يعني عايزه يرجعها تاني او ترجع له تاني؟ ما فيش، هو مطلقها بالثلاثه. خلاص بقى لازم تتزوج من غيره. انا عارفه ومتاكده من كده. طيب بس عمايل بقى صعبة جدا جدا جدا. وعند هو بقى ماسك لي العند. في البيت بقى نار. البيت بقى نار لدرجة لا تطاق، درجة لا تطاق. نعم. فاتكلم معايا وقال لي خلاص كل واحد يروح لحاله ومش عارف ايه، ورجع سكت وهكذا بيتردد الموضوع ده. لا انا مش مالكيش دعوة بيا، لا اصرفي على نفسك، لا مش عارفه ايه. فالبيت بقى وحش. طيب والمعامله جافه جدا جدا جدا. طيب المهم بقى يا جماعه، الوش اللي بيبقى فود من ده ايه؟ يعني دلوقتي حضرتك عايزه، سؤالك عايزه تتطلقي منه ولا عايزه تشرطي عليه ان هو يعدل بينك؟ اصل خلاص المطلقه دي راحت خلاص، يعني هيعدل بينكوا ازاي؟ ما انا عارفه. فشوفي حضرتك اولا لو عايزه تتطلقي منه، دايما انا عامله قاعده ان اي زوجه تفشل فشلا تاما في استمرار الحياه الزوجيه مع زوجها، ان حق اختيارها الطلاق هو حق لها، هي التي تدرس حياتها، وهي التي توازن أمورها، وهي التي تنظر في عواقب الطلاق وتأثيرات الطلاق على شخصها، من حيث النفقة، من حيث السمعة، من حيث الحاجات اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا ده، وتختار الأنسب لها لا لغير، لك انت صاحبة القرار يا مدام ناني. خلاص يا جماعة. طيب اذا زي ما بقول، موضوع بقى اللي اتكلمناه، حالة الاضطرار اللي جاءت في القرآن الكريم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمضطر بيجوز له اكل الميتة او شرب الخمر عشان يقدر يعيش عن طريق هذه الحاجات البسيطة المضطرية، لكن غير باغ ولا عادي. نعم. أم محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتورة، الله يخليك. أنا أم وزوجة. أم وزوجة. أم وزوجة. فكنت متزوجة قبل كده واتطلقت. تمام. فحصل ان انا يعني وقعت مع طريقي في خطا كبير، فحياتي دلوقتي تعبانه جدا. بعد الطلاق؟ بعد الطلاق؟ بعد الطلاق وانا متزوجه حاليا، فوقعت في خطيئه، فانا مش عارفه اتصرف ازاي واعمل ايه. حياتي بقت ضلمه. حضرتك عندك اولاد من الطليق الخاين ده؟ ايوه. عندك اولاد؟
وهو دلوقتي يعني مستقل بنفسه وعنده زوجة وحاجات كده. طب وزوجك اللي معاك الآن يعني اشرحي لي يعني زوج كويس، زوج حرمك جدا جدا جدا، مش حرمك يعني مش حرمك من اي لا حقوق لا زوجية لا لا خالص. طيب عموما انا دلوقتي لا عارفه انام ولا عارفه اكل ولا عارفه اعيش، مش عارفه امارس حياتي. طيب وهل حصل يعني هو الذنب بيقتلني، الذنب مدمر حياتي. طبعا طبعا يعني دي خيانه كبير وقعت فيه، دي خيانه في الفراش، في الفراش. هو المشكله المشكله هل حدث حمل؟ يا ارجوك ترجعي لنا، عايزين نعرف هل حدث حمل من هذا الخائن المطلق الأولاني، ولا العملية يعني نقدر نستر عليها وما نقولش للزوج الثاني؟ وطبعا أنا البعض بيعتبر ان ده غش وده دليس، لكن أنا دايما ببص لهذه الأشياء على أنها من باب الستر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا منهج الستر. بس طبعا بيسبق هذا زي ما احنا شايفين عماله بتعيط بتقطع في نفسها، بيسبق هذا الندم، الندم الشديد ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الخاسرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يوم ربنا يقول لها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. فالندم لابد منه، ونقرن بالندم التوبة والاستغفار المستمر، ونفوض أمرنا لله سبحانه وتعالى في أنه يستر هذه الخيانات يعني لمن أراد. يعني أنا دايما بقول بختار الرأي ده، في رأي تاني يقول لك لا ده لازم بقى نشهر بيها ولازم بقى نبلغ ولازم. إحنا دلوقتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لغامد أو للماعز لعلك قبلت لعلك لعلك لعلك، وقال استروا صاحبكم. فده يعني يرجع لندمك وضميرك، وتحافظي بقدر الامكان على خلاص على زوجتك. انت مش قادره بقى تتفاعلي معاه، بس الزوج التاني ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ ده خلاص التاني المطلق ده الخائن له زوجته، فلابد هذا الزوج الغلبان ده يتعوض، يتعوض بحنان زائد وبرعاية زائدة دون أن أتحدث، لأن ده لو أنا اتكلمت هيؤدي إلى يمكن يؤدي إلى القتل. يعني في مين زوج يستحمل إن زوجته خانته مع طليقها؟ في زوج قد يعمل حساب لأولاده وللعشرة وخلاص، وبيكتفي بإن هي ندمت وتابت وبتاع. وفي زي يقول لك شهمتي سمعتي عرضي فيطلق. انا طبعا الطلاق لكن عمليه القتل دي احيانا بتبقى كده يعني الانسان الشيطان عمال بيزينها له. فربنا معاك يا ستي، وحاولي انك انت تستري على نفسك باستمرار، ومع خليكي مع الله، خليكي مع الله. احنا لسه بنتكلم على رحمة ربنا، رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. فاحنا دلوقتي بنستغيث برحمة ربنا، وبنستغيث بأنه غافر الذنب، وربنا سبحانه وتعالى مع عباده بالكرم. نعم طيب، بالكرم والإحسان. عندنا بقى بعض الأحاديث التي جاءت من السنة النبوية. احنا طبعا القرآن الكريم مليان، ويكفي الآية القرآنية
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بس قبل ما أقول لكم الأحاديث، إحنا عايزين نفكر مع بعض ونستشير، هل المنتحر يكون كافرا وخالدا في عذاب النار أم يترك لله سبحانه وتعالى؟ بس ده اللي إحنا عايزينه، مع طبعا المسؤولية أو اشتراك المسؤولين عن هذا. ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا فيها أبدا، لأن ده قاصد، ده قاصد. ومن تحس سما، يعني خد سم عشان يموت نفسه، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. الحديث الثاني: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. الحديث الثالث: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. وآخر آخر آية قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم قولي هذا بالدعاء لي ولكم بأن ينور الله أبصارنا وبصيرتنا، وأن يثبت الله قلوبنا بالإيمان، وينور عقولنا بالإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.